واهلا بيكم. اسبوع جديد وهنا العاصمه، واسبوعنا حافل بالاخبار والقضايا، ونبداها النهارده من شرم الشيخ، حيث يجتمع اكثر من 3000 من شباب العالم تحت يعني في حضن مدينة شرم الشيخ، إذانا بافتتاح مؤتمر الشباب العالمي في نسخته العالمية. الحقيقة احنا عملنا عدد من مؤتمرات الشباب، ولكن هذه النسخة الدولية اللي بيحضرها أكثر من 3000 من شباب العالم، وفود من حوالي 100 دولة تقريبا، 52 وفد رسمي يعني تقاطروا على مطار شرم الشيخ، وأيضا عدد من رؤساء الدول والوزراء، في 19 وزير شباب ورياضة موجودين في هيكونوا موجودين في شرم الشيخ، وبنتكلم في عدد من الرؤساء، يعني ابو مازن موجود، الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة وصل بالفعل، وحاول لكم عمل ايه، لانه الحقيقة ادى مصر هدية غالية جدا، وده يعني دايما الشيخ سلطان القاسمي رجل الثقافة العربي المحترم المحب لمصر الدارس بها، دايما له لمسات مهمة. النهاردة غدا سيتم افتتاح المؤتمر، يفتتح الرئيس السيسي بحضور الوفود الرسمية والشباب الموجودين في المؤتمر، تحت قبة ضخمة أقيمت خصيصا لهذا المؤتمر، ثم تبدأ بقى الاحتفاليات وتبدأ الندوات اللي هتتكلم على حوارات الشباب، الحوارات الدينية، الحوارات الثقافية، محاكاة اليو ان او الامم المتحدة، نقاشات مهمة هنتابعها لكم طبعا على الهواء مباشرة وايضا عبر مراسلينا. خلونا اولا نذهب الى مراسلنا احمد حسين، مراسل سي بي سي اكسترا، ونعرف الذي هو موجود دلوقتي من داخل قاعة المؤتمرات، ونعرف ما هي الفعاليات، ماذا يحدث، ايه الاجواء يا احمد من مدينة السلام من شرم الشيخ. مساء الخير وتحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. كما ذكرت أنا أتواجد الآن على مدخل قاعة المؤتمرات الدولية في شرم الشيخ، وهي القاعة التي من المقرر أن تستضيف جميع جلسات منتدى شباب العالم، والذي ستبدأ فيه الجلسات بعد غد. الافتتاح سيكون غدا، وبداية الجلسات سيكون بعد غد بإذن الله. طيب يعني لا تهدأ جميع السلطات التنفيذية. نعم، لا الخط كان قطع، كمل يا كمل يا فضل. نعم، كنت أقول أن مدينة شرم الشيخ خلية عمل لا تهدأ، جميع المسؤولين التنفيذيين من مختلف الوزارات والقطاعات يعملون على مدار اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء منتدى شباب العالم. ربما لو تحركت الكاميرا قليلا باتجاه هذه القاعة سنجد عشرات من العاملين الشباب الذين يباشرون التحضيرات النهائية استعدادا للجلسات التي ستبدأ بعد غد. مطار شرم الشيخ استقبل اليوم وفودا من 49 دولة من الدول التي تشارك في المنتدى، وستتواصل وصول الوفود تباعا يوم غد بإذن الله. كما ذكرت في مقدمة الخبر أن 19 وزيرا للشباب والرياضة من مختلف دول العالم سيحضرون، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والقادة. 52 دولة أعلنت أنها ستمثل بوفود رسمية في منتدى شباب العالم، الذي يعقد 46 جلسة يشارك بها أكثر من 200 متحدث، ويشارك في الحضور أكثر من 3000 مشارك. هذه المشاركة توزعت بين المصريين وبين الشباب من مختلف دول العالم. في الشباب المصريين الذين يشاركون تقريبا نحو 1000 شاب مصري يمثلون مختلف القطاعات، شباب الجامعات الخاصة، شباب الجامعات الحكومية، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، 150 شاب مصري من الجاليات المصرية في الخارج، وهذا ربما يعد شيئا جديدا في مؤتمرات
جاليات الشباب أن تتم دعوة شباب الجاليات المصرية في الخارج. عن بعيدا عن المنتدى وفي نفس المضمون، مدينة شرم الشيخ يعني تشهد رواجا سياحيا كبيرا بالتزامن مع انطلاق هذا المنتدى. كل الاستعدادات تجري على قدم وساق، أكثر من 60 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث وسائل الإسعاف، منها عدد كبير من سيارات الإسعاف أيضا مجهزة بوحدات للرعاية المركزة في مختلف المناطق داخل مدينة شرم الشيخ. وزارة البترول ووزارة التموين والتجارة الداخلية حرصت أيضا على إمداد محطات الوقود في مدينة شرم الشيخ بكميات كبيرة جدا من الوقود والسولار، ستكون متواجدة ومتوفرة طيلة أيام المنتدى. حتى اليوم وصل تقريبا إلى شرم الشيخ 5 أو 6 وزراء من الحكومة، يعني على رأسهم وزير الثقافة والرياضة ووزير التعليم وزير التجارة وزير الطيران، وأيضا اليوم وصل وزير الداخلية، وكنا يعني قد شهدنا تحركات لوزير الداخلية للوقوف على الاستعدادات الأمنية الغير مسبوقة في مدينة شرم الشيخ. يعني اسمحي لي أن أذكر أن يعني أكثر من 700 كاميرا لمراقبة الشوارع على مدار الساعة في مدينة شرم الشيخ، جميعها متصلة بغرفة عمليات مركزية، وأيضا هذه الكاميرات مزودة بخواص التصوير الليلي للعمل على مدار الساعة، الوحدات المتنقلة من سيارات الشرطة في شوارع المدينة. وأيضا لا أنسى أن أذكر الجهد الجبار الذي تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تأمين جميع مداخل ومناطق شرم الشيخ. هذه هي كل الاستعدادات التي تجري حتى الآن. غدا من المنتظر أن يصل أو تصل بقية الوفود المشاركة في المنتدى، ويبدأ حفل الافتتاح في المساء بحضور رؤساء الدول المدعوون والذين أعلنوا أنهم سيشاركون في جلسة افتتاح المنتدى. تفاصيل حفل الافتتاح يعني غير واضحة حتى الآن بشكل كبير، ولكن نعلم أنه يعني ستكون هناك قبة كبيرة يعني كانت تبنى منذ عدة أشهر، يعني ستمثل مجسما للكرة الأرضية وبها شاشات عرض كبيرة. أمام هذه القبة ستكون هناك ساحة عرض أو مسرح معد يعني الفي مدعو سيحضرون هذا الحفل، وسيكون هناك حفل افتتاحي يعني لأوبرا عايدة الشهيرة، ستعزف فيها موسيقى النصر. يعني هذه هي التسريبات أو ملامح حفل الافتتاح، ولكن نتوقع أن ستكون هناك يعني ربما أحداث أو فعاليات أكثر إبهارا في حفل الافتتاح غدا بإذن الله. هل في شخصيات معينة يعني نقف أمامها من المتحدثين يا أحمد؟ يعني هل في شخصيات أجنبية معينة يعني ممكن نقف أمامها في هذا المنتدى؟ مش بتكلم على المصريين أو الوزراء، ولكن هل في شخصيات وأنت بتقرأ البرنامج وقفت قدامها وقلت إنه هذه الشخصيات ممكن تكون لها يعني إسهام وإضافة مهمة نسمعها؟ يعني حتى الآن رسميا بشكل رسمي إدارة المنتدى وعلى الصفحة الرسمية لم تعلن أسماء المتحدثين في الجلسات، ولكن يعني ذكر أنه تمت دعوة تقريبا 48 شخصا من الأشخاص الأكثر تأثيرا على مستوى العالم وعلى منصات وسائل يعني مثلا التواصل. أنا عندي خبر مش عارفة مدى دقته أحمد، أن هيلين هانت هتكون موجودة، أنه كلام أن ميدو احتمال يبقى موجود، بس طبعا لا أعرف دقة هذه الأخبار، يعني إن ده أخبار بتبقى موجودة على السوشيال ميديا، هل هي دقيقة؟
سأؤكد لك أن هيلين هانت يعني هو ربما قبل نصف ساعة أو 45 دقيقة يعني الصفحة الرسمية للمنتدى على موقع فيسبوك أضافت خبرا أن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار هيلين هانت ستشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كمتحدثة. ولكن يعني مطار شرم الشيخ استقبل عدد كبير من الشخصيات العامة اليوم أو الإعلاميين ربما سيتحدثون في هذه الجلسات، ولكن حتى اللحظة المتحدثين في الجلسات لم يتم إعلان أسمائهم، ربما غدا سيتم الإعلان عنهم. أنا بشكرك زميلنا أحمد حسين مراسلنا ومراسل أكسترا في شرم الشيخ، معتمدين عليك بقى يا أحمد أنت وزملائك أنه تنقلوا لنا الصورة كاملة بتفاصيلها، وروحوا شوفوا هيلين هانت بقى وكده والناس يعني المختلفة دي، عايزين نسمع منهم ونعرف ماذا سيقولون، واكيد احنا هننقل لكم كل الجلسات على الهواء مباشرة. وغدا اكيد سي بي سي اكسترا هتعرض الافتتاح على الهواء مباشرة، وطبعا احنا بالليل في 9 مساء هنعمل لكم ملخص او نقدم لكم ملخص لما يحدث. بشكرك احمد حسين، وخلونا نشوف هذا التقرير عن الاستعدادات لمؤتمر او منتدى السلام بشرم، منتدى الشباب بمدينة السلام بشرم الشيخ. من أرض مدينة السلام شرم الشيخ ينطلق منتدى شباب العالم بمشاركة أكثر من 3000 شاب ينتمون لنحو 100 دولة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 4 إلى 10 من نوفمبر الجاري. فكرة تدشين المنتدى ولدت من رحم مؤتمر الشباب في أبريل الماضي، حين دعا الرئيس السيسي الشباب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المنتدى لينقل رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر. المنتدى سيتناول دور الشباب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الشبابية العالمية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا، وكذلك ريادة الأعمال وقضايا الحضارة والثقافات. كما يشارك بالمنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات كضيوف شرف. يأتي هذا المنتدى بعد 4 مؤتمرات للشباب تم تنظيمها خلال 7 أشهر، لتنطلق هذه الفاعلية الكبرى من مهد الحضارة مصر التي ستظل بلدا للأمن والسلام. هشام الرباط، هنا العاصمة. وزي ما قلت لكم بدأ بالفعل توافد وفود كثيرة من عدد من الدول الإفريقية والدول العربية، وذكرنا حاكم الشارقة شيخ سلطان القاسمي اللي الحقيقة ما جاش يشارك في منتدى الشباب بإيده فاضية. وطبعا أنا مش محتاجة أقول لكم أنه الحقيقة الشيخ سلطان يعني تعلم في مصر، درس في مصر، وله يعني علاقة طويلة بمصر والمصريين، وحبه لهذا البلد يعني يكتب فيه كتب الحقيقة، لأنه هو رجل محب جدا لمصر، وأهدى مصر هذه المرة 354 قطعة أثرية تم ضبطها ومصادرتها بجهود رجال الجمارك في مطار الشارقة الدولي. هي مجموعة من القطع الأثرية المصادرة بالغة الأهمية في قيمتها الأثرية والتاريخية، تعود للفترة الفرعونية وبعض العصور الإسلامية. وللتعرف أكثر على هذه القطع التي بيعدها شيخ سلطان لوطنه الثاني مصر، معي على الهاتف الأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة الآثار. أستاذ شعبان مساء الخير، يعني هل بالفعل استلم أنتم هذه القطع من حاكم الشارقة؟ مساء الخير على حضرتك يا أستاذة لميس وعلى السادة المشاهدين. بالفعل احنا استلمنا القطع الأثرية اللي تم مصادرتها في إمارة الشارقة، وبنشكر الجهود العظيمة اللي قام بها سمو الشيخ دكتور سلمان سلطان القاسمي. ودي مش جديدة عليه، الشيخ سلطان عمل مجهودات كبيرة جدا في بناء مبنى الأثريين العرب اللي موجود في مدينة 6 أكتوبر، وليه إسهامات كبيرة جدا في مجال الثقافة ومحب بمصر. ويكفي أن الكلمة التي ألقاها في افتتاح مؤتمر مهرجان الشارقة الثقافي وتحدث بها عن شهداء مصر وعن مصر كلام
هو رجل محب فعلا الى مصر، ولا ودوره في اعاده احياء وترميم دار الكتب. هو احياء طبعا طبعا طبعا، وان هو جاب نسخه من وصف مصر اللي كان موجود، النسخه الاصليه، لان انا شفتها بنفسي، النسخه الاصليه لوصف مصر، واهداها لدار الكتب من جديد بعد ان احترقت كثير من المخطوطات داخل دار الكتب في احداث الثوره. استاذه لميس، كلام عن الشيخ سلطان يحتاج الى ايام بل شهور لاعطائه حقه وحبه الشديد الى 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 مصر، فهو يعتبرها انها هي بلد المنشا لكل العالم، ويعتبرها هي ام العالم، ويتحدث عنها بكل فخر. وانا من 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 هذا المنبر الذي يشاهده الملايين من المشاهدين المصريين والعرب، اقدم له الشكر الجزيل على مجهوداته وعلى هذه القطعة الأثرية الثمينة والرائعة التي قامت شرطة الشارقة بمصادرتها، وقام سمو الشيخ بإطلاق القرار فورا إلى إعادتها إلى بلدها مصر. وإن شاء الله احنا بنعد في المتحف المصري لمعرض مؤقت لعرض هذه القطعة الأثرية فور الانتهاء من تسجيلها. قولي بقى ما أهمية هذه القطع إلى أي العصور؟ تعود جزء منها فرعوني زي ما أنا شايفة، بس إيه أهميتها؟ إيه القطعة اللي أنت وقفت قدامها يا أستاذ شعبان وقلت إنه هذه قطعة نادرة؟ بالفعل كلها نادرة، لكن إيه القطعة اللي وقفت قدامها؟ هي كل قطعة أستاذ رميس لها قصة وليها تضيف إلى التاريخ المصري والتاريخ الفرعوني والتاريخ البشري الكثير من المعلومات. لكن انا بقول لحضرتك مثلا من اهم هذه القطع هي التماثيل البرونزيه للالهه المختلفه متوسطه الحجم، فيها تماثيل تمثل الاله اوزوريس والاله ايزيس والاله هربقراط. هذه التماثيل مهمه جدا، وتماثيل ستزيد من قيمه المتحف المصري، وسيتم عرضها بعض منها في المتحف الجديد المتحف المصري الكبير، واخرى سيتم عرضها في متحف الحضاره، بالاضافه الى اجزاء من ابواب وهميه، وكما ويوجد شواهد قبور ترجع الى العصر الاسلامي، واناء صغير جميل جدا من الفيانس عليه اسم الملك رمسيس الثالث، ودي حاجه قطعه مهمه جدا ما لقيناش بنفس الحجم ده عليه اسم ملكي، فدي كان قطعه مهمه جدا. مجموعه القطع وتماثيل لا تمثل ابو الهول، وتماثيل اخرى ادميه، وتماثيل حيوانيه، ومجموعه من التمام صغيره الحجم ولكنها شديده القيمه والاهميه. يعني بشكره، يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، وفعلا بشكره، وده زي ما قلنا مش جديد على الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقه، رجل مصري الهوى، مصري الاصل الحقيقه، لانه احنا بنعتبره واحد من المصريين. بحييه، بقول له اهلا وسهلا بيك في بلدك الثاني، احنا سعداء جدا ان احنا نستضيفك، او ان انت تبقى موجود معانا. انا عارفه ان عنده مجموعه انشطه غير طبعا وجوده غدا في منتدى الشباب، هيزور معهد الاورام، وعنده مجموعه من النشاطات الثقافيه والخيريه في مصر باذن الله. بحييه واتمنى ان احنا نلتقي به قريبا. خلونا نشوف الاخبار الاخرى، وقبل ما نتكلم عن الاهلي اللي المباراه هتبدا في العاشره بتوقيت القاهره في الرباط العاصمه المغربيه، هكلمكم على المباراة، لكن الحقيقة انه كلنا بندعو بالشفاء للعظيمة الجميلة معبودة الجماهير الفنانة شادية. تناثرت انباء تتحدث عن نقلها للمستشفى في حالة حرجة، اتصلنا باسرتها رفضت التعليق، يعني الكل عايز يحافظ على خصوصية شادية التي اعتزلت الأضواء منذ سنوات عديدة وارتدت الحجاب، كلنا عايزين نحافظ على خصوصيتها وخصوصية حالتها، لكن الصورة دي للمكتوب على غرفتها منع الزيارة عن المريضة فاطمة أحمد كمال شاكر بناء على تعليمات الطبيب، نتمنى لها الشفاء. الأنباء بتقول إنها في حالة حرجة. شادية هي صوت مصر وروح مصر. شادية اللي غنت يمو الصابرين
وقولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب راجع ماشي في النكسة. شادية اللي غنت يا حبيبتي يا مصر ولسه صوتها بيقول يا حبيبتي يا مصر. شادية اللي يعني كل أغاني الحب، كل أغاني الوطنية، كل أغاني الجميلة، حتى أغاني الأطفال شادية. شادية اللي يعني ربما ليس لها أبناء ولكن الكل أبنائها، وهذا القلب المبدع المليء بالحب. شادية اللي عملت مراتي مدير عام لتقود حملة نسائية ضخمة جدا بقوة المرأة وبأهمية عمل المرأة. أتمنى لها كل الشفاء ويا رب تقومي بالسلامة يا معبودة الجماهير. خلونا نذهب بقى إلى المغرب، حيث لقاء الأهلي في دور الإياب مع الوداد المغربي. الماتش الأولاني في القاهرة أو في برج العرب كانت نتيجته 1-1، ودي ما كانتش نتيجة نريدها. موقف الأهلي صعب ولكن العزيمة قوية. الجماهير الوداد المغربي مش سهلة، وامبارح كانوا يعني في كل مكان، في يعني سهروا حتى الصباح. ونتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. معانا حد يا جماعه؟ طيب معي على الهاتف النقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت. يا استاذ عصام مساء الخير. اعلن عن التشكيل، لو تقول لنا يعني تعليقك وقراءتك للتشكيل ايه؟ والله التشكيل مرضي في حدود المتاح، لانه حسام بلغه الكره ما لخصمش التشكيل. يعني ما فكرش يجيب الجوكر فتحي جهه اليسار بديل لحسين السيد، وبالتم يلعب بتشكيل كل واحد في مكانه، بلس بس ان احمد فتحي تصعيده مكان حسام عاشور، وبالتالي شريف اكرامي هو الحارس الاول للنادي الاهلي، اربع مدافعين على اليمين محمد هاني مكانه، ربيعه وسعد وحسين السيد على الشمال، بالنص فتحي باشاره وكانه حسام عاشور، جنبيه السوليه عبد الله السعيد ومؤمن وعجيه ومعاهم ازارو. اظن انها تشكيله مرضيه في ظل ما يعتمد عليه دايما حسام البدري من لاعبين، وبالتالي دي اول بارقه ان الفرقه نازله معدوله وموجودة في الملعب علشان كل واحد يؤدي دوره بالظبط. لكن المباراة، وانا سامع حضرتك قبل ما انضم لك بتقول انه مش ماتش سهل، طبعا ماتش سهل، فالاميرة الافريقية يعني لما الخطيب الاحمر راح لها في البرج ما قالهاش معاها كل الكلام، لسه منتظر كلمتها النهائية استاذ محمد الخامس. خلال 90 دقيقة محتاج الاهلي الا يبادر بالهجوم، والبدري من وجهه نظر المتواضع عليه انه يقسم الجيم كما المدربين الكبار اللي هو واحد منهم طبعا، يقسم الجيم ما يستعجلش، لان ما اعلمه عن عموته انه هيلعب كمال بينج بونج، مش هيبقى مستعجل لا ياخد السيرف ولا النقطه، لانه 0-0 هي نتيجه يحتاجها، وبالضروره هينتظر لما يقسم الموقف على الاهلي هيندفع الاحمر لمحاولة النيل من الوداد بهدف، هنا هتكمن خطورة عموتة والوداد. الحقيقة هو ده اللي لازم حسام البدري واكيد طبعا منتبه له، اللي هي فكرة تقسيم المباراة وان يلعب احيانا اذا فضل الجيم كده في العشر دقايق الاولى من الشوط الثاني، اذا فضل مقفول وعلى نتيجة 0-0 عليه ان يلعب بلغة الشمال العربي الافريقي، الا وهي زي ما بيقولوا معلقينه بالكل في الكل، يضغط طيب. احنا ايه فرصنا يا استاذ عصام؟ يعني لابد اما ان نفوز او احنا فرصنا من اول الفوز طبعا باي رقم من الاهداف، التعادل ما بعد 1-1 واخد بال حضرتك، او ادراك التعادل بهدف لكل عشان تحافظي على فرصك امتداد الوقت وضربات الجزاء الترجيحيه. بشكرك كابتن عصام شلتوت، وهنرجع لك تاني طبعا قبل المباراه وبعد الشوط الاول. وخلونا نذهب الى استاد محمد الخامس، ومعي على الهاتف الناقد الرياضي هشام محيسن، الناقد الرياضي بالمصري اليوم الموجود الان في استاد محمد الخامس. استاذ هشام قول لي الاجواء عندك ايه؟ أولا بارك على حضرتك وكل السادة حضرتك، السلام عليكم. طبعا
تابعوا الفيديو هيطور الاجواء متعبه جدا ومشكله جدا في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. جماهير المجاهد ملأت مدرجات ما بين كامل كمان الثلاث اصوات كمان موجوده وحضرتك حتى لو سمع في زعير من الصبح هو طبعا الاسم الاول لجماهير الوداد ومصر الحكومه الخرقيه جماهير نادي الوداد. النادي قال النهارده عليه ان هو لعيبه ان هي تقدر تتماسك قدام الفئير الجماهيري ده غير عادي ان هم النهارده جايين معاهم مباريات كتيره جدا ومعاهم ليزر ومعاهم حاجات صعبه جدا. هم بيلعبوا على الحته دي بيلعبوا على حته ان هم يقعوا لعيبه الاهلي بس من لعيبه المباراه. صحيح عارفه طبعا ان التعادل بالنسبه لهم مفيد ان هم تعادل بدون اهداف بالنسبه لهم مفيد ان هم طبعا عايشين هنا في برج العرب 1-1. طبعا النادي الاهلي ينزل اللاعبين في عدد فريقين من حوالي ربع ساعه يجروا عمليات الاحماء. طبعا اول ما نزلت لعيبه النادي الاهلي كانت رد جان قويه جدا حتى عايزين نطبعها اساسا يعني دماغنا وضعتنا فعلا من الملعب قريب جدا المدرجات قريبه جدا من الملعب وملعب صغير وحضرتك عامل ملعب كده وملعب انا عرضه صوره الملعب الملعب فعلا فعلا صغير يا هشام مش زي ملاعبنا. ايوه بالظبط علشان كده هم كمان يختارون النهارده هم ما بيختاروش عليه ولا هو ولا الغباء يعني ده مجاز ولا الغباء بيختاروا على الملعب صعب جدا لان الملعب زي حضرتك شايف لو سامع الصوت جماهيري قوي جدا امام يعني فعلا يعني احنا قاعدين عادي مش عايزين نركز في الصوت احنا قاعدين عادي قوة الصوت من قوة الآلات اللي معاهم التشجيعية دي مش عارفين نركز لكن أنا كلنا واثقين جدا في لعيبة النادي الأهلي طبعا كابتن حسام البدري كمان اتكلم في ذات المؤتمر اللي أنا عارف إن شكرا يا هشام وهنرجع لك تاني معلش عشان الصوت مش كويس لكن احنا عندنا كلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يجيبوا لنا النصر برغم كل هذه الضغوط. وننتقل لخبر اخر ومعي على الهاتف الدكتور زاهي حواس عالم الاثار الكبير. مساء الخير يا دكتور زاهي. اهلا استاذه لميس اهلا وسهلا. يعني الكلام عن اكتشاف فجوه داخل هرم خوفو ده كلام مش جديد، ايه الجديد فيه؟ هل بالفعل في فجوه؟ يعني الصحافه الاجنبيه كلها بقى لها يومين بتتحدث عن الفجوه الضخمه اللي بتتسع ل 200 مقعد. ماذا تقول في ذلك؟ وشوفي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا في لجنه علميه شكلها الدكتور خالد العناني برئاستي وعضويه ثلاثه اجانب واحد الماني واحد امريكي واحد من براغ كلنا الاربعه متخصصين في موضوع الاهرامات. واحنا لما هم القائمين بالمشروع عرضوا علينا هذه الافكار قلنا لهم حاجه مهمه جدا انه لازم نعرف ازاي الهرم ده اتبنى. مصر القديم عشان يبني البهو العظيم اللي هو عثر على الفجوه الكبيره اللي حضرتك بتتكلم عنها، المصر القديم عمل ترنش ضخم وسع في الهرم عشان يقدر يبني البهو العظيم. وبالتالي ايضا الفجوه الثانيه اللي طلعوها ورا المدخل الاصلي كانت موجوده عشان بناء الكوريدور المنحدر. فاذا عايزين نكون حريصين لان بقالنا 50 سنه بعثات كثيره جدا وبتتكلم عن الفجوات والهرم مليء بالفجوات. فانا يعني عايزين نكون لا نتسرع في ان احنا نحكم على هذا انه كشف لان الحقيقه ان الهرم مليء بالفجوات. لأن لم يتم تحديد ماهية هذه الفجوة. احنا نتمنى ان يتم الكشف عن اثار الهرم لكن في نفس الوقت لازم يكون عندنا تقدير علمي للكلام ده ولازم ان احنا ننظر له بمنظور علمي اكتر منه بمنظور هو طبعا عمل دعاية لكن الدعاية لازم تكون لها حدود. فعلى هذا الاساس انا بقول ان الفجوات دي خاصة بالكونستراكشن ببناء الهرم والفجوات دي اتكلم عنها عالم الاثار ارنولد من 20 سنة وقال عشان يبنوا البهو العظيم لازم يحفروا ترنش على الجنبين عشان يقدروا يعملوا الارتفاع بتاعه ويعملوا السطح السطح بتاع البهو العظيم. وبالتالي هذه الفجوه ممكن تكون خاصه ببناء الهرم. احنا عشان نتاكد من ماهيه هذه الفجوه لازم يكون في دراسات اكثر والبعثه تعود وتشتغل ثاني عشان تدينا تقدير كامل اكتر منها بتحط نقط وبتقول ان دي عمليه ضخمه طولها 30 متر. فرأيي العلمي ان ده كله خاص بفجوات موجوده لان الهرم مليء بالفجوات
الطبيعية اللي موجودة خاصة بالبناء. طب بس ليه هذه يعني اولا قول لنا ما هي هذه البعثة اللي اكتشفت هذه الفجوة، وليه الفجوة دي بالذات هم ركزوا عليها؟ هل هي اكبر من كل الفجوات الثانية ولا ايه بالظبط؟ هو طبعا البحث اللي بتشتغل في العرب بقالها سنتين في لجنة علمية بتراقب هذه الاعمال. احنا قلنا لهم ما نقدرش نعلن ده على انه كشف، لان زي ما قلنا لهم ده في اجتماع من حوالي شهر ونص، وقلنا لهم ان الهرم ده مليء بالفجوات، والفجوة الكبيرة دي حاجة طبيعية موجودة عشان بناء البهو العظيم، فبالتالي لازم ان احنا نعمل دراسات اكتر عشان نقدر نصل الى نتائج محددة تحدد ماهية هذه الفجوة. لكن احنا كعلماء متخصصين في عصر الاهرامات بنقول ان الفجوة دي خاصة ببناء البهو العظيم، وما هيش حاجة سرية ومش حاجة ضخمة ومش كشف الحقيقة. فلازم ان احنا ننتظر. احنا قلنا لهم انشروا اعمالكم في مجلة علمية، نشروا هذه الاعمال في المجلة العلمية، وبالتالي بقى العلماء بقى لازم احنا كناس متخصصين في عصر الاهرامات بنحكم على هذه الفجوة. بنقول انا شخصيا بقول ان دي فجوة خاصة ببناء البهو العظيم. حضرتك بقى بتبحث عن ايه؟ ايه الشيء اللي لو يعني وجده دكتور زاهي حواس وهو عالم المصريات وعالم الاثار والمتخصص في الهرم، الهرم ده بيتك، فيعني ايه اللي انت بتدور عليه كل مره بتدخل الهرم يا دكتور زاهي؟ هو طبعا انا اقول لحضرتك ان الهرم خوفو ده بالذات لازال مليء بالاسرار، وان اي احنا بقى لنا 50 سنه بعثات كثيره جدا، دي مش البعثه الاولانيه اللي بتقول فيه فجوه. أكثر من بعثة من جامعة بيركلي وجامعة ستانفورد، معهد ستانفورد والفرنسويين والوسيلة يونيفرسيتي كلهم قالوا في فجوات، لأن الهرم لو شفنا اتبنى ازاي، وده مهم جدا، إن الهرم ده عبارة عن قاعدة من الصخر طولها 8 متر، المصري القديم حط فوقها أحجار كبيرة وأحمال ضخمة، عشان يبني البهو العظيم لازم يسيب فجوات ضخمة جوه الهرم عشان يقدر يبنيه. فأنا بقول علميا هذه الفجوة بتخص بناء الهرم، ما فيش فيها أسرار، مش كشف جديد، لكن كويس إن البعثة دي بتؤكد الكلام اللي اتقال قبل كده إن الهرم مليء بالفجوات، وإحنا كعلماء أثار متخصصين في هذا الموضوع. هم بقى تصورهم إيه هذه الفجوة ماذا تعني؟ لا هم ما قالوش حاجة، هم ما قالوش حاجة الحقيقة، هم قالوا إن في فجوة. دورنا بقى إحنا كعلماء أثار بنقول الفجوة دي إيه؟ فأنا بقول إن الفجوة دي فجوة فعلا موجودة، اتكلم عنها ديتر ارنولد في كتاب عن بناء الاهرامات من 20 سنه، وقال ان عشان يبني البهو العظيم لازم يعملوا الفجوه الضخمه دي. ده موجود في الصفحه 179 ل 181 في كتاب بيلدينج ان ايجيبت، كتاب عمله ديتر ارنولد اهم عالم بيتكلم عن بناء الاهرامات. يعني أنا بشكرك على هذه الدقة دكتور زاهي حواس، وننتظرك قريبا، عندنا مواضيع كتيرة جدا نتكلم عليها، نتكلم على الإيجيبشن جيوغرافيك اللي حضرتك أصدرته، نتكلم على أمور كثيرة جدا. دكتور زاهي لا يكل ولا يمل بحثا عن الآثار المصرية، قراءة للآثار المصرية، ترويجا للآثار المصرية. كل ما نكلمه يقول دكتور زاهي حجلنا إمتى؟ يقول لك أنا في أمريكا، أنا في لوس أنجلوس، أنا في اليابان، أنا في آسيا، أنا في مكان ما حول العالم بأروج للآثار المصرية. فأنا بحييه على هذا المجهود العظيم، يفضل رجل صاحب القبعة الشهيرة جدا دكتور زاهي حواس، هو رجل الآثار المصري الأول، وبحييك على هذا التفسير اللي ما حاولش ان هو يعني زي ما بنقول بلغة الميديا يركب الخبر ويعمل منه فرقعة، لا هو رجل كعالم وكدارس وكرجل متخصص قال لك لا احنا عارفين ان دي فجوة عادية ضمن الفجوات الموجودة المبررة في بناء الأهرامات. قبل ما أخرج فاصل، أنا متأكدة أن كل العمال والعاملين في مصنع شركة المهندس رشيد محمد رشيد أكيد كانوا بيرحبوا بيه إزاي لما دخل مصنعه ومكتبه لأول مرة يوم الخميس الماضي. الحقيقة أنه يعني عودة المهندس رشيد لمصنعه ودخوله هذا المكان يمكن لأول مرة من 13 سنة تعني الكثير،
تعني الكثير لأسرته، تعني الكثير له، تعني الكثير لعمال المصنع والعاملين فيه، وتعني الكثير للاقتصاد المصري الحقيقة. هذا رجل أسرته أسست هذا الكيان الضخم. مهندس رشيد ما بناش هو الشركة، ويمكن كبرها وتوسع وخد توكيلات أجنبية وغيره قبل أن يكون وزيرا، لكن حتى بعد أن أصبح وزيرا وفصل العمل عن فصل عمله الخاص عن عمله العام، الحقيقة أن بقيت شركاته ومؤسسته تعمل بيست في اسكندرية أو مركزها الرئيسي بالاسكندرية بعد 13 سنة. ليه 13 سنة؟ لأنه ابتعد عن العمل بعد ما أصبح وزير للصناعة والتجارة في يوليو 2004، ثم بعد ذلك لما خرج من الحكومة خرج خارج مصر وكان عليه مجموعة من القضايا. في النهاية تم التصالح في كل هذه القضايا ليعود المهندس رشيد محمد رشيد إلى عمله، إلى مكتبه، إلى بلده. أنا شخصيا برحب بيه كإنسان وكمصري وكرجل. على فكرة مهندس رشيد من الناس من ثلاث وزراء مهمين جدا في مصر ساهموا في نهضة هذا البلد، ولازم في كل مرة أفتكرهم وأحييهم. دكتور يوسف بطرس غالي، مهندس رشيد محمد رشيد، دكتور محمود محي الدين، ثلاث وزراء وضعوا مصر على قائمة الاستثمار، ثلاث وزراء وصلوا بمعدلات النمو ل7% وأعلى من كده، ثلاث وزراء النهاردة وإحنا بنقرأ تقرير Doing Business in Egypt اللي اتراجعنا، اللي هو بس ما عندناش وقت نتكلم فيه، بس تراجعنا ست مراكز. نتذكر هؤلاء الوزراء اللي تقدموا بمصر وحطوها على خريطة الاستثمار. قامت الثورة، اتهموهم اتهامات كثيرة، لكن هؤلاء كانوا رجال مرحلة مهمة ورجال اشتغلوا بصدق من أجل هذا البلد. التلاتة دول لا يمكن حد ينكر أبدا جهدهم وعملهم من أجل تطوير هذا البلد. بحييه وبقول له الحمد لله على السلامة، مصر نورت، مصنعك نور، واسكندرية كلها نورت. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل عندنا أخبار كتير. هنتكلم على استقالة سعد الحريري، الشيخ سعد الحريري رئيس وزراء اللبناني، ومعركة دكتور خالد منتصر والشيخ خالد الجنسي.